قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من داخل استوديوهاتنا. أكيد كاملين تبعتوا الضجة اللي رافقات مؤخرا الفنانة المغربية ريم فكري، كل شي كيهضر على الزوج ديالها من بعد ما راجت أخبار حول اختطافه واحتجازه. للأسف تم العثور على الجثة ديالو وهو ميت. إذا مشاهدينا غادي نحاول نقربكم في هذا البث المباشر والعاجل من كل كبيرة وصغيرة عندها علاقة بزوج الفنانة المغربية ريم فكري، بحيث تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يوم أمس الأربعاء 14 فبراير الجاري من توقيف شخص كيحمل الجنسية الفرنسية وهو من أصل مغربي، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية الاختطاف والاحتجاز المقرون بالتعذيب والقتل العمد. يعني زوج الفنانة المغربية ريم فكري تم اختطافه واحتجازه، أيضا تم تعذيبه من بعد قتلوه. وتعود هذه القضية بالضبط إلى 8 فبراير الجاري، عندما توصلت مصالح الشرطة بالدار البيضاء ببلاغ حول اختطاف الضحية من طرف مستعملي سيارة رباعية الدفع وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وقد أسفرت إجراءات البحث المنجزة عن توقيف المشتبه فيها الرئيسي اللي ساهم في التنفيذ المادي لجريمة الاحتجاز والاختطاف والتعذيب المفضي للموت داخل حاوية بالمنزل ديالو اللي كيتواجد بالضبط بمنطقة المنصورية بضواحي المحمدية، قبل التخلص من الجثة بعد التمثيل بها بمجرى نهري بضواحي الرباط. وحاليا يعني في هذه اللحظات حاليا تباشر فرق متخصصة من الشرطة العلمية والتقنية عمليات المسح التقني بمسرح الجريمة، كما تواصل فرق أمنية أخرى إجراءات التمشيط بتعاون مع عناصر الوقاية المدنية بالمجرى النهري الذي يشتبه كونه المكان المفترض للتخلص من الجثة. يعني الجثة ديال زوج ريم فكري كتواجد بالضبط في مجرى مائي، وحاليا يعني عناصر الوقايه المدنيه كتقوم بمسح تقني من اجل العثور على باقي اجزاء الجثه. والى غايه هذه المرحله من البحث فقد تم الاحتفاظ تحت تدبير الحراسه النظريه بالمشتبه فيه الرئيسي اللي هو متورط في ارتكاب هذه الجريمه، وخمسة ديال الأشخاص آخرين يشتبه في ارتباطهم بهذه القضية، وذلك على ذمة البحث القضائي الذي لا زال متواصلا تحت إشراف النيابة العامة المختصة بغرض استجلاء الخلفيات الحقيقية لهذه الجريمة الذي يشتبه في كونها ناتجة عن تصفية حسابات بسبب خلافات سابقة بين الضحية والمشتبه فيه الرئيسي. إذا مشاهدينا كانوا هذو هما التفاصيل ديال المقتل زوج الفنانة المغربية ريم فكري، في انتظار أننا نتوصلوا باستفساراتكم تعليقاتكم بخصوص هذا الخبر العاجل. عندكم سؤال، عندكم استفسار، عندكم أمر غامض بخصوص هذه القضية الخطيرة، لأنه صراحة هذا الواقع راه زاد رأي العام المغربي. راه شفنا مؤخرا اسم ريم فكري راه كان ترند على كل مواقع التواصل الاجتماعي، يكفي على أنك تدخل تيك توك ولا تدخل سناب شات تدخل فيسبوك فكتلقى ريم فكري الترند على كل مواقع التواصل الاجتماعي، والسبب هو اختطاف واحتجاز زوجها. واليوم حنا كنأكدوا لكم من قناة الشعب قناة شوف تيفي بأن زوجها تم القتل ديالو من بعد ما تم احتجازه واختطافه وتعذيبه بأبشع الطرق. نشوفوا مشاهدينا تعليقاتكم من عند حمزه زهير اللي كتب لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اننا كنشوفوا غير مؤخرا يعني ريم فكري فضلت الصمت وعدم التعليق على هذا الموضوع، ومدير اعمالها نفى هذا الامر، يعني اكد بانه هذا الامر ما كاينش وما كاين لا اختطاف لا احتجاز، ولكن من مصادرنا ومن مصادر خاصه اكدوا لنا بان ريم فكري البارح كانت عند مصالح الشرطه بحيث قدمت الافاده ديالها بخصوص هذه الواقعه. اذا مشاهدينا بالنسبه للمشاهدين اللي عاد التحقوا بنا في هذا البث المباشر وكيسولوا ما فاهمينش شنو واقع بالضبط، فاكيد غادي تكونوا تبعتوا ولا شفتوا في لي ريزو سوسيو بان زوج ريم فكري الفنانه المغربيه الشهيره والمعروفه الشابه الجميله اللي ما شاء الله الاغاني ديالها راه ترند على كل مواقع التواصل الاجتماعي ودائما ما تبهر جمهورها ومحبيها باغاني رائعه، للاسف تم العثور على زوجها يعني مقتول من بعد ما تم تعذيبه بابشع الطرق. للاسف يعني كنحاولوا نقربكم مشاهدينا. غزلان فرح اللي كتبت هذا الشيء يلاه جديد فعلا، هذا الجديد بخصوص هذه الواقعه كنعطيوه لكم حصريا من قلب قناه الشعب قناه شوف تيفي، كنحاولوا نقربكم من كل كبيره وصغيره عندها علاقه بهذه الجريمه البشعه اللي هزات الراي العام المغربي.
ايتما سيليا كتبات حسبي الله ونعم الوكيل. ام هدايه كتبات واش هاد الشيء بصح؟ نعم ام هدايه هاد الشيء بصح، وحنا من قلب قناه الشعب قناه شوف تيفي كناكدوا لكم حصريا هذا الخبر، وغادي نحاول نقربكم ايضا من تفاصيل حصريه اللي غتلقاوها دائما على قناه الشعب قناه شوف تيفي. اذا مشاهدينا، ورده الخريف كتبات انا لله وانا اليه راجعون. مريم اوزلي كتبات حسبي الله ونعم الوكيل. مريم سعد كتبات فوقاش هذا الشيء، غادي نحاولوا نقربوكم. حنان حنونه كتبت ان الله وان اليه راجعون، حسبي الله ونعم الوكيل. فؤاد العمراني كتب لينا الى ممكن تعطيونا التفاصيل، مرحبا. حنا غادي نحاولوا نعطيكم، لان كنشوف مجموعه ديال الاسئله. سوكا ريتاج كتبت امتى؟ مريم اوزلي كتبت واش هو كانت عنده علاقه مع المافيا؟ حنا غادي نحاولوا نقربوكم مشاهدينا من خلال بثنا المباشر والتفاعلي من التفاصيل. سمعوا مزيان مشاهدينا، مشاهدي قناه الشعب قناه شوف تيفي، غادي نقربوكم من القصه كاملة. تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق مع مصالح المديرية العامة للمراقبة التراب الوطني يوم أمس الأربعاء 14 فبراير الجاري من توقيف شخص، يعني البارح الأربعاء 14 فبراير 2024 تم توقيف شخص كيحمل الجنسية الفرنسية. هذا الشخص ولا هذا المشتبه فيه هو يعني كيحمل الجنسيه الفرنسيه ومن اصل مغربي، وذلك للاشتباه في تورطه في قضيه الاختطاف والاحتجاز المقرون بالتعذيب والقتل العمد في حق زوج الفنانه المغربيه ريم فكري. هذه القضيه تعود خيوطها بالضبط نهار 8 من شهر فبراير الجاري، من بعد ما توصلت مصالح الشرطه بالدار البيضاء ببلاغ حول اختطاف الضحيه من طرف سياره من طرف مستعملي سياره رباعيه الدفع، هو مستدعى فتح بحث قضائي تحت اشراف النيابه العامه المختصه. يعني هذه الاجراءات ديال البحث اللي تم انجازها اسفرت عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي اللي ساهم في التنفيذ المادي لجريمه الاحتجاز والاختطاف والتعذيب المفضي للموت داخل حاويه بالمنزل ديالو اللي كيتواجد بالضبط بمنطقه المنصوريه بضواحي مدينه المحمديه، قبل التخلص من الجثه بعد التمثيل بها بمجرى نهري بضواحي الرباط. يعني للاسف ملي كنسمعوا على انه هذه الجريمه ولا هذه الجثه ديال زوج ريم فكري يعني تم التمثيل بها بهذه الطريقه، فصراحه راه الكلمات تخوننا في هذه اللحظات بانه يعني اختطفوا واحتجزوا وعذبوا وقتلوا، من بعد ما قتلوا الجثه ديالو تخلص بها عن طريق رميها في مجرى مائي، فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وحاليا مشاهدينا تباشر فرق متخصصه من الشرطه العلميه والتقنيه عمليات المسح التقني بمسرح الجريمه، كما تواصل ايضا فرق امنيه اخرى اجراءات التمشيط بتعاون مع عناصر الوقايه المدنيه بالمجرى النهري الذي يشتبه في كونه المكان المفترض للتخلص من الجثه. والى غايه هذه المرحله وهذه اللحظات مشاهدينا فقد تم الاحتفاظ تحت تدبير الحراسه النظريه بالمشتبه فيه الرئيسي المتورط في ارتكاب بهذه الجريمه. يعني تم يعني الاحتفاظ تحت تدبير الحراسه النظريه بهذا المتورط الرئيسي في هذه الجريمه اللي هو مغربي، وهو عفوا المشاهدين نعطيكم معلومه بالضبط، هو شخص كيحمل الجنسيه الفرنسيه من اصول مغربيه، يعني هذا هو المتورط الرئيسي في هذه القضيه. حاليا هو تحت تدبير الحراسه النظريه، وخمسة ديال الأشخاص آخرين يشتبه في ارتباطهم بهذه القضية، وذلك على ذمة البحث القضائي الذي لا زال متواصلا على ذمة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة بغرض استجلاء وجمع والوقوف على كل الخلفيات الحقيقية لهذه الجريمة الذي يشتبه كونها ناتجة عن تصفية حسابات. يعني الحدود اللحظة الأمور الأولى ولا يعني المعطيات الأولية تشير على أن الجريمة عندها علاقة بتصفيه الحسابات بسبب خلافات سابقه بين الضحيه اللي هو زوج الفنانه المغربيه ريم فكري والمشتبه فيه الرئيسي اللي هو شخص كيحمل الجنسيه الفرنسيه وعنده اصول مغربيه. فمشاهدينا غادي نرجعوا وغادي نحاولوا نقربكم من جديد من كل كبيره وصغيره عندها علاقه بهذه الجريمه البشعه والخطيره، واللي صراحه تفاصيلها مؤلمه وصادمه بشكل كبير، خصوصا اننا شفنا مدير اعمال ريم فكري خرج مؤخرا، يعني غير
في هذا الاسبوع في هذا يعني في هذا في بدايه هذا الاسبوع واكد بان ما كاينش هذا الشيء وريم فكري يعني فضلات الصمت وعدم التعليق على الموضوع ومدير اعمالها اكد بان هذا الشيء ما كاينش وما عنده حتى علاقه بريم فكري ولكن كنحاولوا ناكدوا لكم ولكن اكدوا لكم دائما من خلال هذا البث المباشر والتفاعلي على انه تم قتل زوج الفنانة المغربية الشهيرة ريم فكري من بعد ما تعرض للاختطاف والاحتجاز والتعذيب من عصابة مخدرات والتفاصيل مشاهدينا صراحة مؤلمة وخطيرة ملي كنسمعوا على انه تم يعني تنفيذ هذه الجريمة بهذه الوحشية فراه امر خطير. مريم اوزلي كتبات من جديد تم اعتقال جميع المشتركين في الجريمه، بغات تقصد يعني جميع المشاركين في الجريمه، حاليا يعني تم الاحتفال تحت تدبير الحراسه النظريه بالمتهم الرئيسي ولا المشتبه فيه الرئيسي اللي هو عنده اصول مغربيه وكيحمل الجنسيه الفرنسيه، وتم الاحتفاظ ايضا تحت تدبير الحراسه النظريه خمسه ديال الاشخاص اخرين ولكن الابحاث ما زالت جاريه. كتبات مريم من جديد صعيبة عليها ولكن كنظن بلي هي تلقات من قبل، لا ما تلقاتش من قبل، مازال الزوج ديالها غير هو كان اختفى مؤخرا وهذا الشيء اللي دار ضجة على كبيرة على كل مواقع التواصل الاجتماعي. وريم فكري بالضبط يعني كانت علنات دخولها للقفص الذهبي بالضبط يعني ماشي بزاف شهر غشت المنصرم من بعد ما نشرات ستوري على صفحتها الرسمية بموقع انستغرام فضلات على انها ما تكشفش على ملامح الزوج ديالها، يعني لاحظ الصور ديالها هي بتكشيطها المغربية وهي كتقوم يعني بالطقوس المغربية ولحظة توقيعها على عقد قرانها مع زوجها وفضلات عدم الكشف على الملامح ديالو، يعني بالضبط كان زواجها في شهر غشت المنصرم. وكانت استخرجات بتصريح يعني اكدت من خلاله بانها كترفض على انها تقول شكون هو الزوج ديالها ولا فاش كيخدم ولا شنو كيدير ولا واش هو يعني عايش ما بين فرنسا والمغرب، يعني كانت تحفظات على هذا الشيء واكدت بانها بغات تخلي حياتها الشخصيه بعيده على الاضواء. وشفناها يعني من بعد ما خرجت هذه الضجه اللي عندها علاقه دائما بالزوج ديالها اللي كانت رفضات على انها تقول شكون هو فين كيخدم شنو كيدير بالضبط، فمن بعد هاد الضجه فضلات الصمت وعدم التعليق على هذا الموضوع، ولكن قدر الله عز وجل هو هذا للاسف يعني زوجها توفى بطريقه بشعه. نرجعوا مشاهدينا، مرحبا بالتساؤلات ديالكم، حنا هنا باش نجاوبكم وباش نحاولوا ما شاء الله اسئله ديالكم كثيره وتفاعلكم كبير من خلال هذا البث المباشر والتفاعلي. تعليق اخر من مشاهدينا، مصطفى بوسلهام كتب لنا اينا مدينه. نرجعوا مشاهدينا تفاصيل هذا البلاغ اللي كنحاولوا نقربكم من كل تفاصيله، يعني بالضبط مشاهدينا لقاو الجثه ديالو داخل حاويه بمنزل بمنطقه بمنزل يعني هذا المشتبه فيه الرئيسي اللي كتواجد بمنطقه المنصوريه بضواحي مدينه المحمديه قبل التخلص من الجثه بعد التمثيل بها بمجرى نهري بضواحي الرباط. يعني كانت هذا الجواب ديال مصطفى بوسلهام اللي كان السؤال ديالو اين مدينه. نتمنى نكون جاوبتك على السؤال ديالك. تعليق اخر، ام عثمان اللي كتبت لنا شكون هو رجلها، الرجل ديالها ولا الزوج ديال ريم فكري هي فضلات منذ زواجها به في شهر غشت الماضي ولا المنصرم فضلات على انها ما تكشفش على الهويه ديالو ولا الملامح ديالو وكانت تغطات وجهه ولا خباته بواحد ليموجي، فالصوره ديالو ما منتشرش على مواقع التواصل الاجتماعي، حنا ما عارفين شكون هو الزوج ديالها ولكن اللي عارفين على انه تم القتل ديالو تم اختطافه واحتجازه والقتل ديالو بطريقه بشعه. تعليق اخر من عند اسماء سمسمه اللي كتبت يا ربي السلامه هذا الشيء ولا كيخلع انا لله وانا اليه راجعون. ازيتير عبد الحكيم كتب تصفيه حسابات، يعني دائما حسب البلاغ فمن المرجح ولا يعني يشتبه كون هذه الجريمه البشعه هي ناتجه عن تصفيه حسابات بسبب خلافات سابقه. نشوف تعليق اخر من عند نعيمه لوغيتا اللي كتبت انا لله وانا اليه راجعون. بوزاق لغه اللي كتب لنا شكرا قناه شوف تي في دائما الحصري مرحبا، وهذا واجب ديالنا فدائما كنحاولوا نقربكم من كل كبيره وصغيره ودائما المعلومه ولا الخبر الصحيح كتلقاه دائما عبر قناه الشعب قناه شوف تي في. اكرام بن هيمه كتبت واش هذا الشيء غير اليوم؟ نعم هذا بث مباشر كنحاولوا نتواصلوا فيه معكم ونحاولوا نقربكم من تفاصيل هذه الجريمه البشعه. مريم كتبت لنا حسبي الله ونعم الوكيل، مجموعه ديال التعليقات وتفاعلكم مشاهدينا
فما شاء الله يعني كتكتبوا لينا كانوا مفاهمين اكيد يعني. وحتى قبل ما يتقتل زوجها فريم فكري كانت كتبغي راجلها بواحد الطريقه اللي هي كبيره وبطريقه اللي هي رومانسيه وكبيره يعني كنا كنشوفوها دائما. ما كانت كتهدي لي الاغاني ديالها والاغاني ديالها الرومانسيه فكان دائما ما كتوجههم للزوج ديالها. فحتى اغنيه اللي حاولت على انها تاديها على ليله عرسها وقالت فيها بان زوجها هو افضل صديق وكتبغيه ويعني التصريح اللي صراحه مؤثر بزاف يعني. كانت قالت بان هذا الشخص هو اللي بغات انها تدير معاه الوليدات. فمشاهدينا وحتى الاغنيه كان دارتها على ليله عرسها فكانت فرحانه. حنا شفناها في العرس ريم فكري كانت فرحانه بزاف يعني واحد الفرحه كانت باينه لها في عينيها كانت كتوجه لهذوك الطقوس المغربيه ديالنا. شفناها لحظه توقيعها لعقد قرانها معها زوجها واخا هي يعني حاولت على انها تخبي الملامح ديالو ولكن من الشكل ديالو كان باين على انه حتى هو شاب. بجوجهم شباب كانوا بادين حياتهم عندهم طموحات عندهم احلام ولكن القدر هو هذا. فمن بعد هذه قصه الحب صراحه اللي كانت زوينه ما بين ريم فكري والزوج ديالها كل شيء كان كيسولها دائما لف ندوات الصحفيه لا خلال لقاءاتها الصحفيه كان دائما ريم فكري ما كتذكر الزوج ديالها وكان دائما ما كتستغل الفرصه باش تعبر على حبها الكبير لزوجها وكتوجه ليه تحيه. فللاسف وحنا عارفين يعني شفنا هذا الحب الكبير ما بين ريم فكري والزوج ديالها وشاءت الاقدار الالهيه على انه وتزامنا مع الاحتفالات بعيد الحب على انه تسمع هذا الخبر فاكيد ما غيكونش ساهل ليها خصوصا من بعد قصه الحب الكبيره اللي جمعات ريم فكري وزوجها. اذا مشاهدينا غادي نرجع ونذكركم من جديد بتفاصيل هذا الخبر العاجل لانه كنشوف ما شاء الله تعليقاتكم كثيره وكثيره. شكرا لكم شكرا لانكم دائما ما كتختاروا قناه الشعب شوف تي في باش تعرفوا التفاصيل الحصريه والاخبار من مصادرها من مصادر موثوقه. كنشوف نورا كتكتب لي امتى واش غير اليوم مجموعه ديال التعاليق يعني غادي نرجع مشاهدينا باش نحاول نقربكم من كل كبيره وصغيره عندها علاقه بمقتل زوج الفنانه المغربيه ريم فكري بحيث تمكنت عناصر المصلحه الولائيه للشرطه القضائيه بمدينه الدار البيضاء بالتنسيق مع مصالح المديريه العامه لمراقبه التراب الوطني يوم امس الاربعاء 14 فبراير الجاري من توقيف شخص هذا الشخص كيحمل الجنسيه الفرنسيه من اصول مغربيه وذلك الاشتباه في تورطه في قضيه الاختطاف والاحتجاز المقرون بالتعذيب والقتل العمد. هذه القضيه ولا هذه الجريمه البشعه تعود خيوطها بالضبط لنهار 8 من شهر فبراير الجاري من بعد ما توصلت مصالح الشرطه بالدار البيضاء ببلاغ حول اختطاف الضحيه من طرف مستعملي سياره رباعيه الدفع. هذا الامر استدعى الى فتح بحث قضائي تحت اشراف النيابه العامه المختصه وقد اسفرت اجراءات البحث المنجزه عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي اللي ساهم في التنفيذ المادي لهذه الجريمه البشعه المقرونه بالاحتجاز والاختطاف والتعذيب المفضي الى الموت داخل حاويه بالمنزل ديالو اللي كيتواجد بالضبط بمنطقه المنصوريه بضواحي مدينه المحمديه قبل التخلص من الجثه بعد التمثيل بها بمجرى نهري بضواحي الرباط. حاليا مشاهدينا تباشر فرق متخصصة من الشرطة العلمية والتقنية عمليات المسح التقني بمسرح الجريمة كما تواصل أيضا فرق أمنية أخرى إجراءات تمشيط بتعاون مع عناصر الوقاية المدنية بالمجرى النهري الذي يشتبه في كونه المكان المفترض للتخلص من الجثة اللي هي جثة زوج ريم فكري. وإلى غاية هذه المرحلة من البحث مشاهدينا فقد تم الاحتفاظ تحت تدبير الحراسة النظرية بالمشتبه فيه الرئيسي اللي كيحمل الجنسية الفرنسية وهو من أصول مغربية بالإضافة إلى 5 ديال الأشخاص آخرين يشتبه في ارتباطهم دائما بهذه القضية وذلك على ذمة البحث الذي لازال متواصلا تحت إشراف النيابة العامة المختصة بغرض استجلاء الخلفيات الحقيقية لهذه الجريمة الذي يشتبه في كونها ناتجة عن تصفية حسابات بسبب خلافات سابقة بين الضحية والمشتبه فيه الرئيسي. فغادي نرجع مشاهدينا من جديد ونشوف تفاعلاتكم مع هذا الخبر العاجل والمباشر. حفصة سوزانا كتبات الله يصبر الزوجة ديالو وعائلته. نعيمة كتبات شنو واقع ليه. فحاولنا نقربوكم من تفاصيل هذا الخبر. نجاوب نعيمة فزوج الفنانة المغربية ريم فكري لقوه مقتول من بعد ما تم اختطافه واحتجازه. فهذا هو هذا الشيء اللي وقع في هذه اللحظات. سمير ساموغا كتب فوقاش هذا الشيء.
البارح الاربعاء 14 فبراير تم اعتقال المشتبه فيه الرئيسي محمد بن عباد، كتب لا حول ولا قوه الا بالله، الله يرحمه ويغفر ليه، والله يعطي لعائلته الصبر، ان الله وانا اللي راجعون. مجموعه ديال بوعزه صديق اللي كتب الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه، اللهم امين يا ربي. مريم طاهري اللي كتبات كانت كتبغيه بزاف فعلا، هادشي اللي حاولنا اننا نقربكم منه، بانها يعني ريم فكري وزوجها كانت كتجمعهم علاقه حب اللي طويله، وتكللت بالزواج بالضبط في شهر غشت المنصرم. شفناها كانت فرحانه في انستغرام، بارطاجات لي فوتو، بارطاجات لي ستوري، رفضات ولا تحفظات على انها تكشف ملامح الزوج ديالها، بحكم انه هو ما بغاش يعني بغى يبقى دائما بعيد على الاضواء، وما بغاش على انه حياته ترتبط بالسوشيال ميديا. ولكن شفنا الفرحه كانت باينه في عينين ريم فكري، شفنا الاغنيه اللي ادات ليله العرس ديالها، يعني التهاني اللي تلقاتهم من عند اصدقائها في الوسط الفني. فللاسف على انه تكتب على انه هذه القصه ديال الحب تنتهي بالضبط تزامنا مع الاحتفال بعيد الحب، فالله يصبر ريم فكري والله يعطيها الصبر من بعد هذا الخبر، لانه صراحه ماشي سهل. غزلان كتبت لنا علاش قتلوه، اللي عندنا وحسب الاخبار اللي عندنا في هذه اللحظات على انه القضيه عندها علاقه بتصفيه حسابات بسبب خلافات سابقه، يعني حسب التحقيقات الاوليه هذا الشيء اللي كاين دابا، يعني يشتبه في كونها ناتجه عن تصفيه حسابات بسبب خلافات سابقه بين الضحيه والمشتبه فيه الرئيسي اللي هو كيحمل الجنسيه الفرنسيه وعنده اصول مغربيه، يعني حسب التحقيقات الاوليه. يعني يفترض ولا من المشتبه على انه هذه الجريمه عندها علاقه بخلافات سابقه، من المحتمل على انها عندها علاقه بخلافات سابقه بين الضحيه والمشتبه فيه الرئيسي. قبل ما نختموا مشاهدينا هذا البث المباشر، نرجع نقرا الكومنتير ديالكم. ياسين كتب الله يسرنا، ابا عبيد اللي كتب ما يمكنش تكون جريمه الا ما كانش تما شي حاجه غامضه، يعني كنشوف المشاهدين كيتسائلوا على الخلفيات ديال هذه الجريمه، ولكن كنوعدكم على انه في الايام القليله المقبله غادي تبان معطيات اخرى، ودائما غادي تلقاو الاخبار الحصريه على قناه الشعب قناه شوف تيفي من خلال الاخبارنا العاجله ولا من خلال التقارير اللي كنقوموا بها وربورتاجاتنا ايضا اللي دائما كتكون من مصادر موثوقه. وتعليق مشاهدينا من عند هاجر لادوس اللي كتبات ما كنتش عارفه الخبر، يلا سمعته منكم شكرا. فشكرا لكم لانكم دائما ما كتختاروا قناه الشعب قناه شوف تيفي باش تسمعوا الاخبار الحصريه دائما عبر قنواتنا. تعليق من عند اريزونا اللي كتب مزيان، هي كتبرع في الاموال وراجلها، لا ما نحاولوش على اننا نمشيو في هذا الاتجاه، هي كانت كتبغي الزوج ديالها، هي يعني بجموعه كنشوف لي كومونتير يعني ربطوا انها ما بغاش تخرج من بعد ما تم اختطافه واحتجازه، فهي كانت باغيه لي هادشي. لا اكيد حنا ضد هادشي وكنرفضوا هادشي، لانه هي كانت كتبغي الزوج ديالها وكانت بيناتهم علاقه حب قويه، حنا ما عرفناش يعني ظروفها اللي خلاوها على انها ما تخرجش وتصرح للراي العام المغربي بانه فعلا زوجها تم اختطافه واحتجازه. حنا سمعنا التعليق فقط ديال مدير اعمالها اللي نفى هاد الامور كامله، يعني قبل ما يصدر هذا الخبر ديال مقتل الزوج ديالها كان خرج تقريبا في بدايه هذا الاسبوع مدير اعمالها واكد بانه ما عندهم علاقه بهذا الامر، وبان ريم فكري بعيده على هذه الاشاعات اللي راجت في الاونه الاخيره. بهذا مشاهدينا غادي نوصلوا لنهايه هذا الخبر العاجل والمباشر، نتلاقاو في خبر اخر، تبقوا على خير.